نستهل النشرة من الملف السوري، حيث قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير بعد محادثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إنه تم إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى موقف دولي مشترك بشأن سوريا، وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات للوصول إلى حل للأزمة. الجبير شدد على ألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا. وأعتقد أنه هناك بعض التقدم الذي حدث وتقارب في المواقف التي تهدف لإيجاد حل للأزمة السورية، ولكن لا أستطيع أن أقول لك أننا وصلنا إلى اتفاق. بعد نحتاج لمزيد من التشاورات ومزيد من المباحثات لنصل إلى هذه النقطة بإذن الله.